طب كباتن استاذن حضراتكم نستعرض مع الساده المشاهدين قوائم الفرق، يمكن اجي لك يا كابتن عماد. نبتدي بقائمه سله رجال الاهلي، اتفضل يا كابتن عماد. هو سله الاهلي بتكون عندنا اللاعب عمرو الجندي، لاعب محمد مصطفى، لاعب ايهاب امين، اليكس يونج، احمد السلعاوي، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، عبد الفضيل ابراهيم، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، عمر طارق، حاتم البحيري. مع ملاحظه طبعا ان في ثلاث لعيبه زي ما قلنا قبل كده، عمرو الجندي، ايهاب امين، عبد الفضيل، واحمد السلعاوي. نتمنى لهم الشفاء ان شاء الله، ربنا يشفيهم ويلحقوا مباراه بعد بكره. طب كابتن، وفي برضو نسيت اقول لحضرتك ان مودي الجرحي كان عنده برضو اصابه بسيطه، لكن ان شاء الله الجهاز كان عنده يا كابتن كان عنده عباره عن مزق خفيف في السمانه تقريبا. مزق خفيف في السمانه، صح. لكن الجهاز ده بيلعب، وهو الولد ده بيحب يلعب يعني. انا في رايي الشخصي ان الولد ده، وابو النصر برده كان عنده اصابه في الماتش الاخير لما وقع على ظهره، بس هم قالوا ان هم تعافوا واتمرن والامور ماشيه، ربنا يوفقهم. وكابتن اشرف يمكن اثر انه يريح اللعيبه دي في ماتش الزمالك، وده كان من احد اسباب الماتش التاني عدم يعني عدم ان احنا هو ما كانش مهتم انه يكسب قد ما يهمه الماتشات اللي جايه يعني.